لسه مكملين كمان كلامنا عن الرياضة، والحقيقة انه يعني النجاح والتفوق مفيش اي حاجة تقدر تمنعه طول ما احنا عندنا الارادة وعندنا روح التحدي. وده الشعار رفعته اللاعبة المصرية الصاعدة حبيبة البسومي خلال مشاركتها في بطولة افريقيا لتنس الطاولة تحت 15 سنة. حبيبة قدرت تحصل على الميدالية الفضية وتأهلت للمشاركة في بطولة العالم. حبيبي دلوقتي موجودة معانا على التليفون عشان نتكلم معاها اكتر ونحتفل كمان بيها. صباح الخير عليكي يا حبيبة، وألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. أهلا بيكي. طيب حبيبة، عايزين نعرف كده منك في الأول، إزاي قدرتي تحققي الإنجاز الكبير ده بالرغم من أنه سنك صغير، وأكيد كان في تحديات كتيرة جدا مريتي بيها؟ كان في تحديات فعلا كبيرة قوي. زي إيه؟ وإن أنا أصلا ما كنتش هروح البطولة، بس الحمد لله أخدت أول بطولة الجمهورية تحت 15 سنة، ورحت بطولة أفريقيا وأخدت أول. طيب وكانت إيه كمان بقى التحديات اللي كانت قدامك عشان تقدري توصلي لكل ده؟ هو المفروض كنا نتمرن كويس على قد ما أقدر. كنت بتمرن حوالي 4 ساعات في اليوم، ساعتين الصبح ساعتين بالليل. كمان كنت بحاول انظم السكر بتاعي عشان ما يعلاش او يقطع، عشان اعرف اتمرن كويس. عظيم، برافو عليك يا حبيبي، والله احنا فخورين بيكي جدا. لكن عايزين نعرف كمان مين اللي كان بيساعدك، مين اللي كان بيشجعك؟ عيلتي وبالاخص بابا. طب قولي لنا حبيبه، انت وبابا كنتوا متوقعين ان انت تتاهلي لكاس العالم؟ صراحة أنا كان عندي حماس كبير قوي، وكنت حاسة إن إن شاء الله أيوه هروح بطولة العالم. ما شاء الله، بابا كان بيدعمك، بس لكن بعد ما خلاص هتصعدي كأس عالم مفيش هدية مفيش أي حاجة؟ لا لا، في هدية طبعا. طبعا ده أكيد. طيب حبيبة قولي لنا، أنت حققتي فوز كبير على لاعبة كينيا بنتيجة 4-0. كلمينا عن بقى مشوارك من بداية البطولة لنهايتها. انت قلت لنا على يمكن ساعات التمرين بتاعتك، كنت ازاي بتنظمي وقتك، بتنظمي اكلك، بتنظمي يعني ظروف حياتك كلها، بس عشان تقدري ان انت تفوزي بفرق السكور ده او النتيجة دي اكيد كان محتاج منك مجهود كمان مضاعف. هو صراحة احنا لو نزلت من اول ماتش مركزة عشان الماتش ما يبقاش صعب عليا. واحنا بدأنا اصلا البطولة بالفرق، والحمد لله اخدنا اول، بعد كده لعبت الفردي والحمد لله اخدت اول. الحمد لله. والزوجي؟ الزوجي اخدنا تاني برضو مش بعيد. طب ايه الاصعب فيهم، يعني بتلعبي فردي وزوجي وفرق، ايه الصعب؟ هو مفيش حاجة صعبة طول ما انت مركز وبتحاول يبقى عندك حماس وشجاعة كده، مش هتحس ان في حاجة صعبة. بس هو كان أصعب حاجة كانت في الفردي. ايه اللي كان صعب في الفردي؟ اللي هو الماتش السيمي والفاينل كانوا قريبين، ما كانوش بعاد. طيب قولي لنا يا حبيبة، انت اكيد عندك طقوس بقى قبل ما بتدخلي بطولة او قبل ما بتنزلي ماتش، عندك طقوس، وايه الطقوس دي؟ الطقوس مش طقوس معينة والله، لا أنا ممكن أتمرن أحسن، أبقى مركزة أكتر في التمرين، اللي هو مبقاش بقى فيه هزار، أنت عندك بطولة فلازم أركز. مين أكتر لاعب يا حبيبة كنت خايفة منه وأنت بتواجهيه، أو أكتر فريق كمان؟ لا أنا ما كنتش حاسة بخوف من حد معين. لو أنا نازلة مركزة إن شاء الله هكسب، مفيش فكر تاني. يعني حاطه في دماغك ان انت هتصعدي كاس عالم؟ هتصعدي. طيب بما انك عارفه ان انت ما شاء الله تاهلتي لكاس العالم، ايه بقى الاستعدادات اللي انت ناويه تعمليها؟ هو التمرين هيبقى احسن واقوى، وهيبقى عندي حماس اكتر عشان برضو ان شاء الله ناخد اول. ان شاء الله. شفتي حفاوه الناس بيكي عامله ازاي يا حبيبه؟ الناس مبسوطه بيكي قوي. شفتيهم على السوشيال ميديا؟ ايوه كلامهم حلو قوي، حاجه تشرف الحقيقي والله يا حبيبه، وربنا معاك ان شاء الله. طبعا يعني احنا منتظرين منك المزيد في كاس العالم ان شاء الله. طب قولي لنا يا حبيبه بقى، ردود فعل اصحابك مثلا في المدرسه ومدرسينك في المدرسه؟ لا كان كلهم بعتوا لي وقالوا لي مبروك، اصحابي والمدرسين، وكانوا فرحانين لي قوي. طيب وعايزه تعملي ايه بقى بعد كده، يعني عايزه ما تكبري تعملي ايه؟ انا عايزه ابقى احسن في تنس الطاوله،
عايزه ابقى احسن في تنس الطاوله وعايزه ابقى برضو اللي هو كويسه في تنس الطاوله، ولو اشتغلت ان شاء الله يبقى حاجه عاليه كده. ان شاء الله يا رب دايما تحققي كل اللي نفسك فيه. بنبارك لك مره تانية يا حبيبه، ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. حبيبه بسومي لاعبه تنس الطاوله، نشكرك جزيل الشكر.